انا عاوز بقى حضرتك معايا في العصير ده خطوه بخطوه. احنا المكونات بتاعته زي ما حضرتك عارفه، البنجر، الجريب فروت، البرتقال، الجزر، الكرفس. طب لازم نقول البنجر ده غني بالحديد، سعراته الحراريه القليله بيدي طعم شويه حلو، بس ناخد بالنا لما ناكل اكل فيه بنجر ان لون التواليت ممكن يبقى متغير. ما نقلقش ان في ناس بتتخض ده دم، لا ده لون البنجر. فزي ما شايفين الشيف بيقطع لنا البنجر، بيقطع الفلفل الاحمر زي ما حضرتك برضو قلتي، وفيتامين جيم والزنك والمغنيسيوم والفوسفور. العصير ده كمان غني بالنحاس فمفيد للشعر. زي ما حضرتك قلتي احنا بنقطع دايما قبل الاستخدام على طول، تمام، عشان يبقى كل حاجه. بيتا كاروتين في الجزر وفيتامين ا فمفيد جدا للنظر. فيعني العصير ده مفيد لكل الاعمار، مش بس اقول اللي عاوز لسن معين. الجريب فروت طبعا لانه بيعلي الحرق، فيتامين جيم، ومعانا شايفين كله متقطع طازه في ساعتها. معانا بقى الاضافه اللي حضرتك عارفاها، الشاي الاخضر. كمضاد للاكسده وعشان الكاتشين اللي موجود في الشاي الاخضر اللي هو ايه، بيعلي الحرق. طبعا هي وجبه، ده مش عصير، ده وجبه متكامله جدا. العصير ده يا جماعه انا بنصح كل سيده قلبها على جوزها واهل بيتها تعمله له مع كل يوم لو تخزين الدهون في منطقه البطن. وطبعا كلنا سيدات فاضلات بتهتم بصحه جوزها وصحه اللي في البيت وعاوزه تساعد في تقليل الدهون في منطقه البطن، هتعمل له المشروب ده. لو خد منه كوبايه كل يوم مثلا بين الفطار والغدا، بعد وجبه الغدا كوبايتين في اليوم، في ظرف شهر لازم هيلاقي دهون البطن قلت جامد. نقدر نقول نقلت بنسبه 30-40%. طبعا الالياف اللي هنا كمان بتساعد في ان الجسم يتخلص من الكوليسترول، وبتساعد كمان ان مريض السكر بنحافظ على معدل السكر في الدم. اتفضل. عفوا انا بجري عشان الوقت. شو لان هو الوقت خلاص. وبعدين هننزل عليه بالشاي الاخضر نساعد معاه شويه. يعني شوف الفايده، مش بقى بنحط ميه، احنا بنحط شاي اخضر. لونه يفتح النفس بصراحه. ممكن تقول لنا المكونات تانية شيف لو سمحت؟ المكونات جزر، بنجر، برتقال، جريب فروت، فلفل احمر، عيدان كرفس. تمام. معانا بنحط بدل الميه بنحط شاي اخضر. يبقى كده بقى مشروب بيعلي الحرق. هل تحبي حضرتك نحليه بعسل؟ ممكن الناس اللي بتحب حاجه حلوه تحط معلقه صغيره عسل، لان ده كله الياف يا شيف فمش هيعلي السكر في الدم بسرعه. انا بساعد في ان الكبد يتخلص من الدهون المتراكمه، يقوم بوظيفته، بساعده في عمليه الديتوكس اللي كلنا بنقعد ندور عليها. خلاص اوكي، خلاص كده. زي ما احنا شايفين قد ايه لونه حلو. وطبعا في ناس ممكن تاكل الخضار والالياف دي لانها نظيفه وكويسه وطعمها حلو، ممكن تتحط. اقول لحضرتك حاجه؟ اتفضل. بناخده بنعمل بيه سلطه. كنت لسه هقولها. ونحط كمان لو حطينا عليها خل التفاح، خل التفاح بيعلي الحرق، بيقلل كميه السعرات اللي بناخدها، 200 سعر، بيدي احساس بالشبع، مفيد لمريض الكوليسترول ومريض السكر. فلو انا خدت الالياف دي وحطيت عليها خل التفاح، عصير ليمون، وعملتها كسلطه، انا كده استفدت بكل المكونات. لو شربت المشروب ده ريجولر انا بساعد ان منطقه البطن تقل بنسبه 30% في ظرف شهر. تسلم ايدك يا شيف، وانا بتشرف اني كنت معاك النهارده، ده شرف ليا. وحاجات حلوه جدا سواء كان حد عاوز يخس، حد بيعاني من مشاكل صحيه. شرف لينا ان حضرتك كنت موجوده معانا النهارده، حلقه رائعه للتاريخ يعني. انا بقى هشرب المشروب ده. انت شرفتي. ميرسي قوي. اتفضلي. شكرا. اهم حاجه الواحد يسال نفسه سؤال، انا عاوز اخس، عاوز اتخن، عاوز تبقى صحتي كويسه، عاوز اصرف فلوسي على الاكل وبعدين على الدكاتره، دي مهمه قوي، لان الطريقه اللي هنفكر بيها هي اللي هنلاقي نفسنا بنتصرف فيها. ودايما بيقولوا ذا واي يو ثينك ذا واي يو جو. تسلم ايدك يا شيف. ميرسي يا دكتور، انت شرفتينا النهارده جدا، وكانت حلقه مميزه وممتعه جدا.
وعملنا فيها حاجات خطيره جدا، يعني عملنا سمك كلها صحيه. والبطاطا يا جماعه يا ريت نديها لاولادنا وهم رايحين المدرسه، بدل ما نشتري حلويات مكلفه تسوس الاسنان ونقعد نعالج سنانهم تتخنهم تساعد تكوين دهون على الكبد، لا انا هديهم البطاطا في المدرسه هتبقى وجبه صحيه. وبعد شويه لما انا اغرس فيهم حب الاكل الصحي اصحابهم يقلدوهم، وتقولي لهم انت لو خدت البطاطا اصحابك هيقلدوك عشان يبقوا شاطرين زيك.